وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعيد، يعني بعد التحية، كيف تقرأ هذه الزيارة الهامة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند وهذه الدعوة الرسمية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لحضور الرئيس السيسي ضيف الشرف في يوم الجمهورية؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، واحب اقول ان ده دليل ان العالم كله بيرى مصر الان هي فاعل قوي في المنطقه وخاصه منطقه الشرق الاوسط. مصر فاعل قوي بالتوجهات السياسيه وتوجهات القياده السياسيه اللي موجوده عندنا. وما تنسيش حضرتك ان دلوقتي مصر حاليا والقياده السياسيه بتاعتنا بتدور على شريك غير تقليدي، زي ما احنا بنعرف او زي ما احنا عارفين ان معظم الناس عارفين ان الشريك التقليدي بتاعنا الولايات المتحده الامريكيه او الاتحاد الاوروبي، ولكن مصر الان تبحث في وجود شركاء غير تقليديين زي الهند، زي دول شرق اسيا، زي دول في افريقيا. وخاصه لما كنا رئيس الاتحاد الافريقي في 2019 كانت مصر بتعيد امجاد الاتحاد الافريقي وتعيد امجاد الشراكه التعاونيه خاصة الاقتصادية بين مصر ودول افريقيا. عايز ارجع لي هذه الزيارة اللي بتعد من وجهة نظر الهندي اعادة مرة اخرى للعلاقات الدبلوماسية او العلاقات الاقتصادية وخاصة الاقتصادية، لان انا عايز اقول لحضرتك ان اي دولة في العلوم السياسية لما يكون في شراكة قوية وفي علاقات قوية اولا بترجع هذه العلاقات الى العلاقات الاقتصادية. ومصر فاعل اقتصادي قوي، يعني عرفت به الهند ان هي فاعل اقتصادي قوي في المنطقة. ما تنسيش حضرتك موقع مصر الجغرافي، والهند عينها على مصر ان هي تكون مركز للصناعات الهندية وتصديرها الى الاتحاد الاوروبي، وخاصة يعني احنا عايزين نقول ان في صفقة كبيرة هتتم في صناعة الهيدروجين الاخضر بين الهند ومصر، وتكون مصر هي مركز لتصدير الهيدروجين الاخضر. وما ننساش ان حضرتك ان مصر هي تعد من اوائل الدول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تصدير الطاقه المتجدده وجذب المستثمرين الخارجيين في هذه الطاقه المتجدده. كنا نتحدث الحقيقه مع محمد منفدنا في العاصمه الهنديه نيودلهي عن العلاقات التجاريه الضخمه بين مصر والهند، كيف ترى هذه العلاقات وايضا في ضوء يعني هذا الاجتماع المرتقب مع عدد من الشركات التجاريه الاستثماريه للاستثمار في مصر؟ الو، نعم دكتور سعيد. تمام، انا اسمع حضرتك. انا عايز اركز في نقطه مهمه جدا اللي لسه حضراتكم بتتناقشوا فيها، وهي دعوه الرئيس الهندي للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمه ال20 كدوله ضيف في هذه القمه. وده يعني بص حضرتك، لو احنا نيجي نحلل هذا الموضوع سياسيا هنقول ان مصر فاعل قوي جدا ان انا ادعيه كضيف في هذه القمه لتقارب وجهات النظر بين الجانب الروسي والاوكراني، وده اللي بدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في COP27 لو حضراتكم نفتكر كده مع بعض في الافتتاحيه، لما قال ان احنا عايزين ننهي هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه ويكون في مائده تفاوض بين الطرفين وان يكون في تفاوض بين الطرفين. اعتقد ان لما جت الدعوه لرئيس دوله الهند في COP27 بدعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمه، الغرض منه ان مصر كدبلوماسيا، يعني مصر شهد لها العالم اللي نقدر نقول الحلول الدبلوماسيه، سواء اذا كانت في كثير من المشاكل اثبتت مصر نجاحها وجدارتها في الحلول الدبلوماسيه، فتستعين بها الدول العالم في هذه الحلول الدبلوماسية خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية. وأعتقد أن مصر هيكون لها يعني زي ما بنقول كده يعني قوي في حل هذه الأزمة. بالنسبة للنواحي التجارية بين الهند ومصر، لا ننسى جدا في مصر، انا عايز اقول لحضرتك ان حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي في شهر 11/2022 ل 4.1 مليار دولار، حجم التبادل التجاري بين مصر والهند.
هنلاقي ان مصر بتستورد من الهند حاجات كتيره زي اللحوم زي الحديد والصلب، يعني في كميه كبيره من استيراد للحديد والصلب من دوله الهند زي الوقود والزيوت اللي احنا بنستخدمها في الصيحات. وصل حجم الاستثمارات بالنسبه للهند لمصر حوالي 3 مليار دولار. انا اعتقد ان الميزان التجاري هيكون فيه توازن ولازم الصادرات المصريه بالنسبه لدوله الهند كبير، اعتقد ان حجم الصادرات المصريه الهند هيكون متركز في الصناعات الموجوده في الهند واستثمار هذه الصناعات داخل الدوله المصريه، بمعنى ان المصانع والصناعات اللي موجوده في الهند تتحول الى جمهوريه مصر العربيه وتكون مصر هي مركز لهذه الصناعات وتصدير هذه الصناعات الى الاتحاد الافريقي ودول افريقيا وايضا الاتحاد الاوروبي، وتكون مصر هنا مركز قوه كبير جدا للصناعه الهنديه زي ما مصر ده يعني في المستقبل ان شاء الله مصر قوي جدا للصناعه الصينيه. اعتقد ان هنا برضه هيكون تصدير مصر للصناعات الموجوده بحيث ان هي تكون مركز قوي للصناعات الصينيه الاتحاد الاوروبي، وخاصه احنا زي احنا بنقول وسمعنا في التقرير ان عقد صفقه وصفقه جدا لصناعه الهيدروجين الاخضر في مصر، وزي ما احنا بنقول برضه كوب 27 تعد الفرص الاولى الطاقه المتجدده سواء اذا كان من نعم دكتور سعيد حتى الكهربائيه ايضا وتصدير الى الشرق الاوسط والى الاتحاد الاوروبي، وما ننساش حضرتك تصدير الغاز الى الاتحاد الاوروبي الغاز المسال، لان مصر عندها اقوى مصنع اساله غاز في الشرق الاوسط والعالم العربي وشمال افريقيا لتصدير الغاز الاوروبي. نعم دكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لحضرتك.